وبطولة المملكة المرحلة الثانية فردي عام. طبعا اليوم ارتئينا نعمل سباق مفتوح يشمل كل عناصر اللعبة، سميناه هو ومحترفين. المحترفين اللي هم لعيبة الأندية والمدرسة والمنتخبات، والهو اللي يجونا من برا المسجلين في الاتحاد. طبعا العدد كان يعني زي ما شفتوا كبير الحمد لله، يعني يتجاوز 80 لاعب ولاعبة. طبعا السباق اتجه لشارع المي لمسافة 60 كيلومتر للرجال والشباب، وباقي الفئات عملنا فئات الناشئين 30 كيلومتر والواعدين 17 كيلومتر مع الفتيات الصغار. احنا دائما بنسعى لتوسيع قاعة اللعبة في الأردن. قاعة لعبة الدراجات ما بتيجي من جهة واحدة، الكل لازم يتنافس ويثبت موجودية، وكل ما زادت عدد السباقات وزاد مشاركة اللعيبة بصير عندي أعداد كبيرة من اللاعبين، والحمد لله في عندنا أعداد كبيرة. هدفنا في المرحلة القادمة الحصول على أزمان من هذول اللاعبين اللي بيشاركوا معنا لتطوير عملنا في المنتخبات وتطوير الزمن الأردني في رياضة الدراجات والزمن العربي في المنافسات القادمة إن شاء الله.